النهارده هنتكلم عن الايديت، مش الايديت بالتليفون وسناب سيد والكلام ده، احنا هنتكلم عن الايديت الادفانسد اكتر على برنامج فوتوشوب على الكمبيوتر. الفيديو ده هيبقى طويل، يعني انا عارف ان انا بقول طويل في كل فيديو، بس الفيديو ده هيبقى طويل قوي. فلو انت من الناس اللي بتمل بسرعه وكده، الفيديو ده مش ليك. في فيديوهات كتيرة على يوتيوب هتلاقي اللي هو ازاي تعمل ايديت في دقيقتين، ازاي تخلي نفسك مز في 5 دقايق. يعني الفيديوهات دي لو عايزين تتفرجوا عليها ففي منها كتير على يوتيوب، لكن في الفيديو ده انا هتكلم بالتفصيل عن حاجات بالتفصيل في الايديت. لو عملتها في فيديو واحد الفيديو ده هيبقى ممكن يوصل ل6 ساعات، فعشان كده هنعمل سلسله كامله عن الايديت. يعني في سلاسل تانية طبعا عن المونتاج والتصوير وكده، لكن السلسله دي هتكون متركزه على الايديت. خليني في الاول اشرح لكم السلسله دي هتكون مكونه من ايه. الايديت متقسم ل3 مراحل. المرحله الاولانيه وهي مرحله الريتاتشنج دي، مثلا انت بتعمل ايديت لبورتري، فهيبقى في مثلا حبوب في وش الشخص انت بتصوره، عايز ترفعه شويه، كل الحاجات دي بتتعمل في المرحله الاولى اللي هي مرحله الريتاتشنج. بعد ما تخلص المرحله دي بتخش على المرحله الثانيه واللي هي المانيبيوليشن، هي ان انت بتعمل حاجه في الصوره ما كانتش موجوده في الصوره الاساسيه، حاجه فيك. على سبيل المثال تاخد وشك تحطه على القمر، تجيب القمر تحطه على وشك، تعمل اللي انت عايزه في فوتوشوب. دي مرحلة المانيبيوليشن. تالت مرحلة هي الكولر جريدنج. في المرحلة ديت بتبقى ارتستيك شوية، ان انت بتزود بقى الالوان اللي انت عايزها، تظبط الاضاءة، الكلام دوت، واللي هو معظم الناس لما بتيجي تقول ايديت بيبقوا قاصدين مرحلة الكولر جريدنج، لكن الايديت فيه اكتر من كده بكتير. ففي السلسلة دي احنا هنتعلم حاجة حاجة منهم بالتفصيل، مرحلة مرحلة. هناخد صورة من اولها لاخرها، نشوف بتعدي على كم مرحلة عشان توصل ل الشكل النهائي. النهارده اول حلقه من السلسله ديت هنبدا باول مرحله وهي الريتاتشنج. طبعا في حاجات كتير هيبقى فيها، بس النهارده نتعلم حاجه اسمها فريكوينسي سيبريشن. عباره عن ايه؟ كلنا اول ما ابتدينا تصوير بما فيهم انا، اول ما كنا بنيجي نعمل ايديت لوش حد وعايزين نشيل من وشه حبوب او حاجه زي كده، كان الوش بتاعه بيتسيح خالص وبنخسر كل التفاصيل اللي فيه، وبتلاقي الناس بتعمل لك كومنتات تقول لك ايه ده انت سيحت الوش قوي. المشكله ان المسام بتاع بشره الانسان بيبقى منقط كده، احنا مش عايزين نخسر المسام دوت واحنا بنشيل الحبوب. فايه اللي احنا بنعمله بالفريكوينسي سيبريشن؟ ان احنا بنفصل الصوره ديت لجزئين، جزء بيبقى عليه الالوان والاضاءه اللي في الصوره، والجزء الثاني بيبقى فيه الحبوب والاخرام اللي في البشره والحاجات ديت، بتبقى محطوطه على لاير ثانيه. وقت ما انا عاوز اشيل حبوب من وش حد بستخدم اللاير اللي هي فيها الاخرام والمسامات والحبوب ديت، وابعد خالص عن اللاير الثانيه اللي هي فيها الاضاءه والالوان. وقت ما عاوز العكس ابعد خالص عن الاخرام بتاعت البشره. دلوقتي هنفتح الفوتوشوب ونبدا الايديت. زي ما قلت انا مش هشرح كل حاجه في الفوتوشوب، لو انت لسه ما عندكش خلفيه خالص عن البرنامج انصحك تروح تتعلم الانترفيس على الاقل. لكن اكيد خلال السلسله ديت هكون بشرح شويه حاجات اللي بيجي قدامي. يعني اول ما تفتح الفوتوشوب، انا بستخدم فوتوشوب سي سي 2018، ممكن الانترفيس بتاعتك تكون مختلفه بس اي فوتوشوب هينفع. هتدوس اوبن وتفتح الصوره اللي انت عايز تعمل عليها ريتاتشنج. الصوره دي صورتها على الكانون 700 دي مع لينس السيجما 18-35 اللي انت عايز تعرف يعني، وطبعا كانت متصوره رو، فدي كل الاعدادات اللي انا كنت عاملها قبل كده اصلا. انا كنت مغير الالوان ومغير حاجات كتير هنا، فهي لسه متسيفه لان الفايل رو. فكل اللي انا هعمله هدوس اوبن ايمج وهتفتح لي الصوره عشان نبدا نعمل الريتاتش. قبل ما نعمل الفريكوينسي سيبريشن حابب اقول لكم على حاجه. في حاجه اسمها اكشنز. الاكشنز ديت حاجه زي البريسيتس كده موجوده في فوتوشوب، فان هي بتسجل مجموعه حاجات انت بتعملها. مجرد بعد كده انت تدوس على الاكشن دوت الكمبيوتر بيعمل لك كل الحاجات دي. عشان نسجل الاكشن دوت تروح لويندو وتفتح الاكشن بانل، بعد كده من تحت هنا هتلاقي زرار الريكورد دوت. مجرد ما تدوس عليه هيسجل اي حاجه انت بتعملها، حاول ما تغلطش وانت بتعمل عشان كل ده يتسجل في الاكشن الاخير. اول حاجه هتعملها ان انت هتنسخ الصوره مرتين، فهنا نسخت الصوره مرتين عن طريق كنترول جي في الكيبورد. هتسمي اللاير اللي تحت تون، وهنسمي اللاير اللي فوق تكستشر. لازم تسميهم عشان هتسهل عليك قدام وهتعرف ليه دلوقتي. بعد كده هتعلم على الصورتين وتحطهم في جروب وتسمي الجروب ده فريكوينسي سيبريشن. افتح الجروب دوت واعمل ديسيبل اللاير اللي فوق عشان نشوف اللاير اللي تحتها. بعد كده روح لفلتر بلر جاجين بلر، تحدد كميه البلر هنا على اساس ايه. انت مش عايز تشوف الحبوب ولا التفاصيل اللي موجوده في وشه، انت بس عايز تشوف الالوان والاضاءه. ف8 كويس، لو حاسس ان انت محتاج تزود سنه ما تعملهاش قوي كده عشان ساعتها مش هتشوف اي حاجه في الصوره، حاول تخليها اقل حاجه تقدر عليها. ف8 بالنسبه لي كان كويس. بعد كده هتشغل اللاير اللي فوق تاني وتدوس عليها وتروح لايمج ابلاي ايمج. هنا طبعا هي متسيفه عشان انا كنت عامل حاجات قبل كده كتير، بس انت اول ما تفتحها هتلاقيها بالشكل ده. هنا الفكره كلها ان انت بتنقص التفاصيل اللي احنا قلنا عليها ديت، بتنقصها من الصوره اللي تحت. فعند كلمه لاير هتروح عليها وتختار اللاير اللي تحتها اللي هي
التون اللي احنا عاملينها هنا، وبعد كده تروح للبلندنج اوبشن وتخليه سبتراكت، السكيل تخليها 2 والاوفست تخليها 128. مش انا اللي عامل الارقام ديت ولا انا اللي مخترعها، في واحد اذكى مني ومنك هو اللي اخترعهم، انا بس حافظهم ولازم اي حد يحفظهم. بعد كده هتدوس اوكي، طبعا انت لسه مش شايف اي حاجه، هتروح للبلندنج اوبشنز اللي هنا وتختار لينير لايت. فين لينير لايت؟ اهو. المفروض لو انت عملت كل الخطوات دي صح هتلاقي ان الجروب ده كانه ما عملش اي حاجه للصوره، هتلاقي الصوره رجعت طبيعيه تاني. لو فصلت الجروب ده او شغلته مش هتلاقي اي حاجه اتغيرت في الصوره، لان ببساطه كل اللي احنا عملناه ان احنا فصلنا الصورتين عن بعض، خدنا التكستشر فلير لوحدها والتفاصيل بتاعت الاضاءه والالوان فلير لوحدها، لما اتحطوا على بعض عملوا لي الصوره اللي هي الاصليه اساسا. قبل ما نكمل محتاجين نوقف الاكشن دوت بكده. انت مش محتاج ان انت تعيد كل الخطوات دي تاني وتحفظ الارقام والحاجات ديت، كل اللي عليك تعمله ان انت تروح للاكشن اللي انت لسه عامله دوت وتدوس على بلاي، هو يعمل لك كل الكلام ده لوحده، هتلاقي الفولدر ده اتعمل لوحده. تعالوا بقى نبدا الريتاتشنج نفسه. هتروح لللاير اللي تحت الاول، هنشتغل على اللاير اللي تحت الاول، زوم ان على وشه الجميل ده. بعد كده نروح للتول ديت، انا مش عايز انطق اسمها لان انا مش عارف هي اسمها لسو تول. المهم يعني هتستخدم التول ديت، وهتروح للاماكن اللي هي تحس ان الاضاءه فيها مش متوزعه صح، يعني مثلا زي عند اورتو هنا كده تحس ان الاضاءه مش مظبوطه في اورتو كلها، فاحنا هنختار اورتو كده. وبعد كده هتروح لفلتر بلر جاجين بلر تاني، بس المره دي هنزود بقى عن 8، يعني المره دي هنفضل نزود كده لحد ما نلاقي بشرته بدات تخش في بعضها كده. خليني بس اوريكم الايفكت ده عمل ايه. احنا ما قربناش على فكره من الحبوب لان هي على لاير تانية، بمجرد ما افصله واشغله هتلاحظوا الفرق في الاورا بتاعته كده، بقى ما بقاش فيها الضلمه اللي كانت موجوده ديت، بس لسه عندي التفاصيل اللي هي في بشرته، يعني لو زومت كده هتلاقي لسه فيه حبوب ولسه فيه التفاصيل بتاعه بشرته طبيعيه، بس لان انت هتعيد الموضوع ده كتير فبدل ما كل شويه تروح لفلتر بلر جاجين بلر وهكذا. انا عملت شورت كات، لو عايز تعمل شورت كات زيه هتروح لإديت كيبورد شورت كاتس، وبعد كده تروح لفلتر تحت بلر، هتلاقي جاجين بلر هنا. ممكن مثلا تعملها كنترول جي، نعرف ان هي مستخدمه قبل كده بس انا كده كده ما بستخدمهاش، هدوس اوكي. بعد كده بمجرد ما انا ادوس على حته وادوس كنترول جي هيطلع لي الجاجين بلر. طيب هنكمل برضو، هنشوف الحتت اللي هي فيها توزيعات اضاءه غريبه، غالبا بتبقى تحت العين مثلا، بيبقى في هنا اثار السهر وكده، بتبقى انت عايز تشيل الحتت ديت. فانا هكمل اعمل بقيه اجزاء الصوره وانتم متابعين. خليني اوريكم قبل ما نعمل ديت بدون بس ما نشيل حبوب، بدون ما نعمل اي حاجه، بمجرد بس ان احنا وزعنا الاضاءه صح في وشه. فدي قبل بعد قبل بعد، فرق ملحوظ جدا خصوصا في الحته ديت. بعد كده لو حابب تشيل اي حبوب من وشه او حاجه زي كده هنروح لللاير اللي هي تكستشر، وتختار البليمشنج تول اللي هي شكلها عامل زي البلاستر كده. في عندك اوبشنات تانية زي الكلون تول والحاجات دي، بس انا الحقيقه ما بحبش استخدمهم، البليمشنج تول اسهل خصوصا لو انت لسه مبتدئ، هي تبقى اسهل بالنسبه لك بكتير. فخلونا نزوم كده عند وشه، وعشان تكبرها وتصغرها تستخدم البراكت يمين وشمال، تخليها قد الحبايه بالظبط وتدوس الحبايه تختفي. ده كل اللي انت محتاج تعمله. بعد ما خلصنا هتلاقوا وشه بقى نظيف كده زي ما انتم شايفين، بس لسه في تفاصيل. فده قبل وده بعد، خلينا ازوم عشان اوريكم. ده قبل وده بعد. طبعا انا بعمل كده بسرعه لو انا اوريدي ده شغل بالنسبه لي وكده، فباخد وقتي اكتر من كده. كان بالنسبة للدرس دوت فأنا كنت عايز أخليها أسرع من كده بكتير. بس كده، دي كل حاجة للفريكونسي سيبريشن، أتمنى إن أنتوا تستخدموها. لسه في حاجات تانية في الريتاتشنج عامة هنتعلمها في الفيديوهات اللي جاية. متنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات عن السلسلة دي بشكل عام، وإيه اللي أنتوا حابين تشوفوه كده، وأشوفكم الفيديو الجاي.